التاريخ؟ لا مقتبس السبب فيما هو اهم. الاسرائيلي حد جدا في دفاعه عن الارض دي لانه حاسس انه اغتصب حاجه مش بتاعته. هو يمكن يكون مقتنع صحيح ان ربنا سبحانه وتعالى وعده بالارض دي، لكن هو عنده احساس دائم ومستمر بالخوف. من ايه؟ من ايه؟ من صاحب الارض اللي مصمم انه يسردها. الناس هناك عايشه في قلق وخوف تراكم على طول. عندهم احساس غريب انهم مش مفقودين بس من العرب، لا دول مفقودين من كل دول العالم. وده سر اقبالهم على الذات الحسيه، وده سر اقبالهم الشديد على العلاقات العاطفيه. عايزين يتحبوا يا سيد النبي، نفسهم يتحبوا.